كل كلمة بطالة لها حساب أمام الله، كل كلمة بطالة، كل وبرضه كل عمل التعب المحبة لحساب. مش هتساعد الفقير وتقوى الغريب وتتعامل على اليتيم والأرملة وتمشي حسب الوصية وفي الآخر يعاقبك، استحالة. فين العدل؟ ده عدل الله فوق يفوق الكل. فهنا بقول لهم حتى الملائكة لما أخطأت حفظها في قيود أبدية تحت الظلام، لأن عدل عدل، ما عندوش محاباة، ما عندوش محاباة. ده بالعكس غلطة الكبير كبيرة، غلطة الكبير كبيرة، ما ينفعش. ده احنا نشوف حاجات، يعني يهوذا لما أنكر المسيح عشان شاف معجزاته وشاف حياته وراح له ماذا أعطوه وسلموا لكم، ده المسيح مسلمك الصدوق كله، كان عقاب ايه؟ عقاب ايه؟ النعمة تخلت عنه شنق نفسه واللي يكون بيته خراب ولا يكون في سكن الأبد. خراب أرض وسماء، ويل لذلك الإنسان لو لم يولد، خير لو لم يولد، ويل لذلك الإنسان. عشان كده بقولها دائما أرجوكم، أكتر حاجة هتصدم العالم يوم القيامة هو عدل الله، هو عدل الله. تكون مدقق في حياتك، مدقق في حياتك، تغضب ربنا؟ لا ما اغضبوش، ينفعش اغضب ربنا، امشي حسب الوصية، حسب الوصية، أسامح، أغفر، ربنا قلت لي اغفر، اغفر لي يا رب، أنا غفرت، قلت لي هتدل تدان، ما دينتش يا رب، تبدأ تعمل حاجة غلط وارحمني يا رب، أنا عبدك الخاطئ، اغفر لي، تقع تقوم، لا تشمتي بي عاتن، سقطت أقوم. هتلاقي ربنا مش هيسيبك، مش هيسيبك، هيسندك لأنه بيحبك. إنما ما ينفعش إنك أنت تعمل غلط وتقول لي ومش متوقع، ما دام في غلط في عقاب عشان تبقوا عارفين، ما دام في غلط في عقاب. عشان كده أقول لك اجتهد، اجتهد، ما تضحكش على نفسك، امشي صح. قال لك حازم مع نفسك الأبدية غالية، أيوة حازم مع نفسك الأبدية غالية، إنما ما تسيبش نفسك. قال لك الملائكة لما أخطأهم كانت العقابة هو حفظهم إلى يوم الدين العظيم بقيود أبدية، بقيود أبدية، يعني إلى الأبد مقيد في العذاب، إلى الأبد مقيد في العذاب. أمر صعب، أمر صعب. عشان خاطر كده ما ينفعش انك تسيب نفسك بلا ضابط. ده الكتاب بيعلمنا الخير الذي اريده بخصب نفسي عليه، والشر الذي لست اريده الاراده حاضره في كل حين. عشان امشي صح اضغط على نفسي دايما كده، الشيطان يحط قدامك حاجه تفتكر يوسف الصديق كده يقول كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، ما اعملش كده، ما اغضبش ربنا، ما لقش بيا بعد المعموديه والمرون والتناول اسمي في سفر حي هعمل كده، ما ينفعش ابقى لسه واخد جاس المسيح قدامه واروح اعمل كده، ما ينفعش، ما ينفعش. الثمن غالي، الثمن غالي. قال لك حتى الملائكه حفظهم قيود تحت الظلام ليوم الدينون العظيم. صدقوني العقاب بيبدا من بعد الوفاه على طول، في فارق بين واحد بينتظر في فرح الفردوس الى الابد، فرح لغايه يوم الدينون العظيم يخش ملكوت السماوات اورشليم السمائيه، وواحد تاني بينتظر مع الشيطان وبينتظر في موضع العذاب في الجحيم، الجحيم منظر كان منتظر الأشرار.